الذي كان يهزم منافسيه بالضربة القاضية في الجولة الأولى فقط مايك تايسون. وكرة رائعة. عشاق قناة هل تعلم الرياضية في كل مكان. السلام عليكم. الوحش ذو القفازات الذي سنتحدث عنه اليوم يعتبر واحدا من أقوى وأشرس الملاكمين الذين حفروا أسماءهم بين سطور تاريخ عالم الملاكمة. اشتهر هذا الملاكم بتصرفاته المثيرة للجدل ليس فقط على الحلبة بل وخارجها أيضا، لدرجة أنه دخل إلى السجن عدة مرات بسبب ارتكابه جرائم خطيرة للغاية. لكن على الرغم من حياته المثيرة للجدل تلك، إلا أنه ما كان يجدر بنا تجاهل مسيرته الذهبية في الملاكمة والأوزان الثقيلة الذي أصبح بفضلها يلقب على المستوى العالمي بملك القفازات، لدرجة أيضا أنه حاز على لقب أصغر ملاكم في التاريخ يحصل على بطولة الملاكمة للوزن الثقيل بعمر 20. فكان قادرا على القضاء على منافسيه في الجولة الأولى ومن أول لكمة، وقد صنفته سلسلة قنوات سكاي سبورتس التلفزيونية بالملاكم الأكثر رعبا في التاريخ. واليوم سنحظى بشرف الحديث عن قصته، والآن وبدون مقدمات أكثر لنبدأ. ولد مايك جيرارد تايسون في 30 مارس عام 1966 ببروكلين. نشأ وترعرع في واحدة من أخطر الأحياء بمدينة نيويورك، وقد عانى الصغير تايسون من مرحلة طفولة قاسية للغاية، حيث تعرضت أسرته لظروف اقتصادية شاقة بعدما هجرهم والده بينما كان يبلغ 2 فقط. ظلت أمه هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن الأسرة، لكنها كانت بلا عمل، ولهذا السبب كانوا مضطرين للعيش بمبان مهجورة تفتقر إلى كافة الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء. وظلت الأم المسكينة تطلب المساعدة من الآخرين يوما بعد يوم حتى تعول على أبنائها. وعندما بلغ تايسون عامه 7 بذلت الأم قصارى جهدها حتى يبدأ ابنها دراسته، فنجحت في إلحاقه بإحدى المدارس الابتدائية. لكن لعدم وجود والد بجانبه لينصحه ويساعده في تكوين شخصيته، اتخذ تايسون واحدة من أسوأ القرارات في حياته. قرر ترك المدرسة نظراً لكونها مرحلة جديدة ومختلفة بالنسبة إليه، كما أنه لم يكن على تواصل بزملائه الآخرين. وبعد 2 فقط بالمدرسة كان قد تعرض لعدة سخريات وتنمر من قبل زملائه بالمدرسة بسبب وزنه وضخامة بنيته، وأحياناً بسبب لون بشرته. وأكثر ما أثر كثيراً في نفسيته بعدما سخروا جميعاً من ملابسه القديمة والأحذية المقطوعة التي كان يرتديها أثناء ذهابه للمدرسة كان بالفعل أمراً محزناً للغاية. فالشخص منا لا يختار العيش في الثراء أو الفقر، وبسبب سخرية زملائه من ظروف حياته الصعبة فقد الصغير تايسون ثقته بالجميع، فاضطر حينها إلى السير صوب الطريق الخاطئ وبدأ في السرقة. وعندما بلغ عامه 10 تم اعتقاله بتهمة سرقة بطاقة ائتمانية وبتهمة أيضاً ارتكاب أعمال عنف. وبعدما بلغ عامه 11 أصبح بحاجة ماسة إلى الحصول على مال لسد جوعه، ولهذا كان يضطر إلى المشاركة بمصارعة الشوارع برهان حتى يحصل على مال ويساعد أسرته. كان يستخدم في تلك الملاكمات قبضة يده بالإضافة إلى إحباط قلبه، لن يخسر ولو حتى بمباراة واحدة، ولهذا السبب أصبح جميع سكان مدينته يعرفونه جيداً. وبعد 2 من الاستمرار في مشاجرات الشوارع تلك وارتكاب الجرائم تم اعتقاله أكثر من 38 مرة، نعم تماماً كما سمعتم 38 مرة. ولهذا أمرت المحكمة بإرساله لمدارس خاصة، وهناك كانوا يعطونه أدوية مهدئة من نوع خاص حتى تجعله ينام ويهدأ ويحافظ على اعتدال مزاجه، لكن تلك الأدوية لم تفده إطلاقاً. وعندما كان في السجن ذات مرة قام بضرب أحد المساجين فتسبب بتعرضه لإصابات شديدة الخطورة في رأسه لا علاج لها، ولهذا السبب تم إرساله إلى سجن آخر مشدد الحراسة. وهناك تعرف على رجل يدعى بوب ستيوارت وهو ملاكم محترف سابق، وقد شاهد هذا الرجل مدى قوة مايك تايسون وقدراته المذهلة الكافية لجعله واحداً من أعظم الملاكمين بالعالم أجمع. ولهذا السبب قرر بوب ستيوارت تدريبه داخل السجن، وقد تعلم مايك تايسون حينها التحكم بنفسه. كان يستخدم فقط قبضة يديه وكيس الملاكمة للتدريب داخل السجن. وعندما خرج من السجن وجد أن هناك مفاجأة بانتظاره، فبمجرد أن خطت قدماه بوابة الخروج من السجن
كان بانتظاره مدرب الملاكمة الشهير كوس دياماتو ومساعده تيد ياتراس، واللذان أشرفا معا على تدريب مايك تايسون بهدف إدخاله إلى عالم الملاكمة بشكل احترافي وقانوني. بدأ مايك تايسون أولى بطولاته بحلبة المدخنين، وقد أطلق عليها هذا الاسم بسبب كثرة أدخنة السجائر التي كانت تغطي سقف المكان، فضلا عن كونها بلا مقابل مادي جيد. ثم شارك مايك بعد ذلك ببطولات إقليمية، وقد استطاع في أول مباراة إقليمية له أن يقضي على منافسه في الجولة الثالثة فقط. وبعد مشاركته بعشر مباريات من نفس العام، شعر الشاب مايك تايسون أنه يسير في طريق الصواب، أي نحو الاحترافية. ثم شارك بعد ذلك بدورة الألعاب الأولمبية للشباب، فضلا عن انتصاراته بكافة البطولات الإقليمية التي كان يشارك بها، ومن ثم تأهل للمشاركة بالبطولة المحلية للملاكمة بولاية كولورادو. واستطاع مايك تايسون بتلك البطولة أن يقضي على كافة منافسيه بالجولة الواحدة. بالطبع هذا لم يكن أمرا طبيعيا، لم ينسى اسمه حينها جميع عشاق الملاكمة، ومن ثم أصبحوا يلقبونه بعد ذلك بالوحش، فكانت كتلته تصل ل91 كيلوغرام، وذلك بينما كان لا يزال في 19 عمره. فكانت قوته ولكماته السريعة ونظراته الحادة سببا في تخويف أي أحد من منافسيه، فكانوا يرتعبون حتى من مجرد التفكير في مصارعته وجها لوجه. كانت تلك لا تزال بداية مسيرته الاحترافية، وفي كل شجار كان يتذكر مايك تايسون طفولته، فكان يرى بوجوه منافسيه الحياة الظالمة التي عاشها، ولهذا كانت لكمته قاضية بمعنى الكلمة. كان عام 1985 هو عام النجاح بالنسبة لمايك تايسون، لكن لن تبتسم لك الحياة دوما، ففي نفس هذا العام توفي مدربه الذي كان تايسون يعتبره بمثابة والده بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد. أصيب تايسون بحالة صدمة كبيرة بعد وفاته، فقد ترك رحيله فراغا كبيرا بداخله أثر سلبيا على شخصيته، وهذا أمر طبيعي، فالشخص الوحيد الذي كان يحبه كوالده قد اختفى للأبد. وعلى الرغم من الألم الشديد جراء رحيله، عاد مايك تايسون لإكمال طريقه الذي قد وضعه عليه مدربه هذا، وحقق بطولته 13 بهيوستن، وقد أهدى هذا الانتصار إلى روح مدربه الذي كان بمثابة والده. في 22 من نوفمبر عام 1986 استطاع مايك تايسون تحقيق هدفه أخيرا، وهو التأهل للحصول على اللقب العظيم. كان منافسه آنذاك بطل العالم في الملاكمة تريفور بيربيك، وهي بطولة العالم في الوزن الثقيل للمحترفين، وقد استطاع مايك تايسون الحصول على لقب تلك البطولة بعد أن قضى على منافسه في الجولة الثانية فقط. أصيب العالم أجمع بصدمة كبيرة، فكيف خسر بطل العالم في الملاكمة أمام هذا الشاب الصغير؟ كان لا يزال مايك تايسون في 20 من عمره، ونجح حينها في جذب أنظار اتجاهه، وأظهر للجميع كيف يبدو الملاكم الحقيقي، وحصل آنذاك على لقب أصغر لاعب في تاريخ الملاكمة يحصل على لقب بطولة العالم في الوزن الثقيل للمحترفين. كان كل شيء يسعى على أفضل ما يرام، لكن ازدادت الأمور غرابة، فكان يواجه مايك عظماء الملاكمة بذلك الوقت، وكان هدفه هو الحصول على كافة ألقاب البطولات العالمية. في الأول من أغسطس من نفس العام أصبح يعد أول بطل وزن ثقيل في العالم يحصل على أزمة الملاكمة الثلاثة، فكان هذا الوحش يقضي بكل سهولة على كل من كان يدخل معه في منافسة، ولم يكن أحد منافسيه قادرا على الإفلات منه حتى نهاية الشجار. كانت مبارياته مذهلة بالفعل، لكنها لم ترضي مشجعي الملاكمة، وذلك لأنه نظرا لقوة مايك تايسون لم يكن لديه أي منافس، حتى أنه أحيانا لم يكن يستغرق أكثر من جولة واحدة وتنتهي الحلبة، وهذا لم يكن يشجع الناس على شراء تذاكر حلبات الملاكمة الباهظة، بل وأحيانا كان يتذمر المتفرجون أمام شبابيك التذاكر للمطالبة باستعادة أموالهم، لأن المبارزة لم تكن تدوم حتى لأكثر من 5 دقائق. فكل من كان يسافر لحضور مبارياته حتى وإن استغرقت المبارزة 5 أو 10 دقائق كانوا يرون أن هذا تهدير لأموالهم، وكانوا يطالبون باستعادة مالهم مجددا. لكن لم يكن هناك حلول، فلم يكن له أي منافس آنذاك، فكان بلكمتين منه فقط يسقط منافسه على الأرض مغشيا عليه. يمر الوقت ويأتي موعد المباراة التي لطالما كان يخشاها مايك تايسون، والتي كانت سببا في سرقة سلسلة الفوز والانتصارات منه، وذلك في 11 من فبراير عام 1990، حيث خسر حزام البطولة أمام الملاكم بوستر دوغلاس، وبعد مبارزة شاقة يلكم الملك تايسون منافسه بالجولة الثامنة ليسقط أرضا،
فيقوم دوغلاس مجدداً ليهزم تايسون بالجولة العاشرة. كانت تلك هي المرة الأولى التي يرى فيها عشاق الملاكمة مايك تايسون ساقطاً على الأرض طيلة مسيرته الاحترافية، فالملاكم الذي لا يقهر أصبح مهزوماً. وتلك كانت هي المرة الأولى التي يخسر فيها مايك تايسون بطولة، لكن تلك لم تكن بعد لحظة استسلام الملك تايسون. فبنهاية هذا العام استطاع مايك تايسون أن يعيد مستواه وخاض الألعاب الأولمبية وحصل على الميدالية الذهبية، ونجح في بطولة أخرى هزيمة الملاكم أليكس ستيوارت بلكمة واحدة فقط خلال الجولة الأولى. لكن بعد سنوات عديدة من النجاح والتألق يتدهور وضعه بعدما أصبح مدمناً على تناول الكحوليات، وأصبح يعاني بعدها من العديد من المشاكل بحياته الشخصية، فحصل بينه وبين زوجته طلاق، كما أن وسائل الإعلام قد اتهمته بأعمال عنف قد ارتكبها في ملاهي ليلية، بالإضافة إلى اتهامه بالعديد من الجرائم الأخرى التي أدت إلى تلطيخ مسيرته الاحترافية إلى الأبد. وفي 19 من يوليو عام 1991 كان هناك موعد بينه وبين عارضة أزياء في 18 من العمر داخل غرفة بأحد الفنادق، واتهمته بعد ذلك باغتصابها وقدمت دعوى قضائية. وفي 26 من مارس بالعام التالي أمرت القاضية باتريشيا جيفورد بالحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 30,000 دولار كتعويض لتلك الفتاة. لكنه خرج مبكرا من السجن لحسن سلوكه بعدما قضى خلف القضبان 3 سنوات و8 أشهر. وعندما خرج من السجن واستعاد حياته الطبيعية، كان في عقله أمر واحد فقط يسعى لتحقيقه، وهو الحصول على لقب بطل العالم. يبدو أن الملاكم مايك تايسون قد عاد إلى رشده في حياته الشخصية والمهنية، حتى أنه قرر الزواج والتركيز في إعادة أمجاد مسيرته الاحترافية. كان أمامه عام كامل لتحقيق هدفه، وهو الحصول على لقب بطل العالم للوزن الثقيل. وعندما هل العام 1996 شهد العالم أجمع حينها حربا شرسة انتهت بواحدة من أكبر الفضائح التي وقعت في تاريخ الملاكمة. بالطبع نقصد ما حدث مع الرجل الذي أثبت أن مجد تايسون قد انتهى معه في العام الماضي، وهو الملاكم إيفاندر هوليفايلد، ومواجهته الأولى والثانية ضد مايك تايسون. كانت المواجهة الأولى عام 1996 والتي خسر فيها الملك مايك تايسون أمام الشخص الذي أصبح فيما بعد منافسه الأبدي. كان موقفاً محرجاً للغاية بالنسبة لمايك تايسون، ولهذا السبب قرر الأخير الانتقام من منافسه بالمواجهة الثانية التي أقيمت عام 1997. وقد ارتكب تايسون خلال تلك المواجهة فضيحة كبرى بعدما رأى نفسه على وشك الخسارة من نفس الشخص وللمرة الثانية، ولهذا قرر أن يقوم بعض أذن منافسه، ونتيجة لهذا تم استبعاده عن الحلبة لمدة 12 شهراً. على الرغم من أنه ظل طيلة فترة تلك العقوبة بدون ملاكمة، إلا أنه تعرض أيضاً لعدة مشاكل، فرفعت ضده عدة قضايا، وحصل بينه وبين المحامين والمحاسبين التابعين له عدة نزاعات. وقد اكتشف أيضاً آنذاك أن أكثر شخص كان يثق فيه للغاية قد خانه ونهب منه أمواله. وبعد تعرضه لعدة عقوبات ودعاوى قضائية وغرامات أخرى، أصبح الملك تايسون على وشك الإفلاس، لكنه على الرغم من كل هذا عاد مجدداً بعدما منحوه إذن العودة من جديد. لكنه لم يكن كما كان من ذي قبل، فأصبح يخسر أمام هؤلاء الملاكمين الذين كان يقضي عليهم من لكمة واحدة بالجولة الأولى. وفي 11 من يونيو عام 2005 خسر آخر مبارزة احترافية له أمام الملاكم الإيرلندي كيفين ماكبرايد. فكان يبدو على مايك تايسون أن صحته لم تعد كما كانت، ولهذا السبب قرر أخيراً إعلان اعتزاله بعد 20 عاماً من الاحترافية. وذكر لحظة اعتزاله للملاكمة الكلمات التالية: لا يمكنني المواصلة، إلى متى سأظل أخدع نفسي؟ وإلى متى سأظل أدمر تلك الرياضة؟ بكل بساطة تلك هي نهايتي، لقد انتهى كل شيء. بتلك الكلمات أنهى الملاكم مايك تايسون حياته الرياضية الأبد. وعلى الرغم من اعتزاله إلا أن المشاكل أصبحت تطارده من وقت لآخر، فسقط ذات مرة ضحية لتناول المخدرات، وتعرض مرة أخرى لصراع جديد، لكن تلك المرة كانت صراعا ضد نفسه، فتلقى مساعدات من بعض أصدقائه وعادت صحته من جديد. والآن وكما تعلمون قرر أن يصبح مدربا للملاكمة، كما أنه ظهر بالعديد من الأفلام والمسلسلات، فأحيانا يظهر بشخصية عنيفة وقاسية، وأحيانا بشخصية فكاهية. وبتلك الطريقة الجديدة استطاع مايك تايسون تنظيف السنوات القذرة التي مر بها في الماضي، كما أنه قرر تأسيس عدة منظمات خيرية بالحي الذي نشأ فيه لمساعدة الأطفال وكل من لا مأوى له.
هكذا كانت حياة مايك تايسون، الرجل الذي على الرغم من ارتكابه لعدة أخطاء في حياته إلا أنه استطاع أن يتعلم كيفية التفوق على النفس يوما بعد يوم. فلا ننسى أنه عانى من فترة طفولة قاسية بعدما هجره والده، فكانت قبضة يديه هي الشيء الوحيد الذي يمتلكه لدفع حياته نحو الأمام ليصبح واحدا من أكثر الملاكمين رعبا في التاريخ. تلك هي قصة الأسطورة العظيم مايك تايسون. إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم الرياضية، فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قنوات هل تعلم.